صبحيتنا بأحلى صباح بتكمل، ومثل كل نهار خميس نوصل لفكرة الديكور مع مهندس الديكور شربيل كرم. بونجور شربيل. بونجور جوي، كيفك؟ سافا. اليوم دي اي واي مثل ما شايف. اكزاكتلي. ففي حماس شوي، بدنا نحضر شيء. شو رح نعمل؟ بلشت الصيفية وكلنا عم نشوف بكل بيروت كثير عم تدرج البويات يلي بيجوا كونكريت او اللي بيكونوا معمولين بنشوفهم كانهم كونكريت، سو ما بنعرف كيف بينشغلوا. وكثير ناس عم بيطلبون، كثير ناس عم بيشتروا منهم. سو لكل الاشخاص اللي ما نون قادرين رح نعلمهم اليوم بستبس كثير سهلين كيف يشتغلون بدون ما يكونوا اولادهم معهم هالمره. هالمره ممنوع الاولاد يكونوا. بس يعني انا اول ما اشوفهم بفكر يا فخار يا بيتون، فكر انه شيء معمولين يمكن بطريقه اندستريال او هيك. صحيح. شوي انه بين ارتستيك او ببينوا كانه من البويات يلي كانه مثلا ملاقيينهم من شيء عم زمان وعم بينقبوا عن شيء اكتشفوا قصص تحف. فهلا انا هون رششهم بهيدي الكولر يلو. رح بلش شو فرج المشاهدين اذا ببين عليهم 100%. بس هي مبينه بو فخار صراحه، وانا قصدا تركها هيك يعني مثل ما هي، ماني ملعمه، ماني عامل لها شيء، تركها على لونها الطبيعي، على الـ يعني التكستشر الطبيعيه تبعولتها لتعطي الافيه اللي نحن بدنا اياه. بس ستيل هي قاسيه، وحتى اذا بنحطها هي مش فخار، هي عاملينها من جفسين. هلا رح نتعلم كيف نعملها، بس فينا نشتغل زيت البروسيدور يا اما بالبيتون او بالجفسين. الجفسين الافانتاج تبعه انه دغري بظرف 5-10 دقائق بينشف، بس ما فينا نحط له مي. اذا عملناها بزيت طريقه بس حطينا كونكريت او بتون، ساعتها فينا نحط بقلبه مي بنستعمله للناتورال. للارتفيسيال ما فينا نستعمله هيدا. اوكي، يلا خلينا نبلش نشوف. اول شيء نحن اللي بحاجه له البالونات، عمليه بالون بالون، كبايات كرتون او بلاستيك. اكيد بدنا كفوف، كلينكس، او اذا ما في عنا كلينكس فينا نستبدلهم بالشاش. اوكي، ما استعملت شاش كرمال لانه معظم الاشخاص بيقولوا كلينكس متوفر، كلفتهم كثير الكلينكس بس متوفره. بس عم نشوف الكلينكس شوي اسمك ما هيك، ما بتفرق معنا اللون، الموديل بدنا اياه. أوكي. اكيد بدنا ريشه وملقعه ومي. هلا بالنسبه للجفسين، نحن لكل كبايه منها يعني كل كبايتين جفسين اوكي بدنا كبايه مي لهم. انا اوريدي حاططهم بهيدا الجوت، ودائما لكن الجفسين بدنا كبايه مي لكل كبايتين. صحيح، وما نعتل هم انه على نشتغلهم دائما بجوت بلاستيك. ليه؟ لانه على الجوت البلاستيك ما بيلزق. أوكي. الجفسين. لكن هيدي التب كمان تعلمناها اليوم، اذا عندنا جفسين او بدنا نشتغل بالجفسين نعملهم بجوت بلاستيك. صحيح، اول شيء كل كبايتين جفسين هدول المقادير. هولي انا ببلش اخذ نص بالاذن من شاف عطوان. اليوم نحن عندنا مقادير، بنلبس الكفوف دائما كرمال ما يلزقوا على ايدينا. اكيد كمان يعني الكفوف بلاستيك. ايه انه اوكي، والمي هلا بندلق المي فيهم. هلا نحن حطينا كبايتين جفسين. انا اوريدي محضر كبايتين جفسين، فحطينا لهم كبايه مي. كبايه مي وبنخلطهم. نتفي نتفي. هلا هيدي الخلطه اللي عم نعملها، امبارح عملنا سباجيتي على كورياندر مع الشيف نادين. بدي اعذبك كمان تعبيلي كان لونه ابيض بالاول، بس بدي اعذبك بعد تعبيلي كبايه مي اذا ممكن. نعبي كبايه مي وبنخلط. اهم شيء الجفسين بنخلطهم كثير منيح تا يكونوا متماسكين. فيك انت اذا بدك، انا بكير. كرمال اذا منتبهين هون التكستشر تبعهم بلشت تصير تكمش، بتكون قاسيه. اوكي، هلا بهيدي الكيس بنرخيها نحن شوي لتنقدر نشتغلهم على رواق، وبنحركهم دائما كثير منيح. هلا انا لانه حاطط شوي حسيتهم كامشين بحط نتفه زياده تترخي شوي. لشوي ترخي. ليه؟ لانه بدنا نشتغلهم على رواق كرمال ما تنشف. ما حطينا الكبايه كلها، حطينا نتفه بس تنرخيها، بس تنرخيها شوي تفرجي قدر الناس يعرفوا قد ايه يكونوا فرقت منيح. هلا كوندنسي، شفت نقطه صغيره فرقت منيح على الجفسين، مشان هيك ما نكب كثير مي. نتفه نتفه بيرخي. اوكي، هلا اذا بنشوف هون عن قريب كيف صار
قد ايه صاروا كوندونسي؟ خليني اخذها من عندي يمكن فوالا مزبوط. اذا هلا مبين عندك للناس بنكون كمان بذات الوقت محضرين البالون. هلا ما بقى بحاجه نحن للملعقه. اي كاميرا عم تاخذني كلوز؟ هون. اوكي. هيدا البالون منبلش اول شيء مندهن نعمل لايك ستريت لاين فيون. عم نعمل مثل الاوت لاين تبع البو هيدا. صحيح. كونتور. كونتور وبلس عن هيك تنكون لانه الكلينكس هلا لما بدنا نبلش نلزقهم بدهم يكونوا بدنا نكونوا مرتبين هون. بدنا نجيب شوي يمكن الريشه ناعمه. صحيح. ما ينفع البالون. صح. واهم شيء بالنسبه للبالون بس بدنا ننفخه ما يكون كثير قاسي، يعني نخليه شوي يكون فيه ما بيفع كمان. ما يفع معنا، لانه الجفصين هلا بده يصير يعطي حماوه فممكن هلا نحن بنلزقهم ببعض تقريبا للكلينكس. صحيح. للتشوز بالبيتون. That's why حطينا بالاول اول لاير. هلا شربل انه نحن اذا استعملنا الشيش بتفرق شوي التكستشر. لا لا ما بتفرق هي زيتها. بدنا بعد نحط نقطه مي. كل شوي بنصير نرخي نتفه لانه الجرس بده يشد طبيعي. صحيح. بدك سيادك الخلط اذا فيك بالملعقه وبنرجع بنعمل لاير فوقهم، يعني بعد ما نحط الكلينكس بدنا نحط لاير فوق هيدي. فوالا. فوالا. سافا سافا. نرجع بعد ما نحط مع الاولاد لانه بيخربوا الدنيا، يعني نحن قديلتو عارفين جفسين بصير البيت كله جفسين بصيروا يدهنوا بعض وبعدين بيقولوا انه نزعنا لهم الدنيا بالبيت وعم نعلمهم. ضروري نحن نشتغل تو لايرز فوق بعضهم. ليه؟ ليصيروا الكوام شوي شادد قاسي. بس نخلص التكستشر كلها نعمل تو لايرز فوق بعضهم. انا رح احط هلا البالون على جنب بصير في عنا هيدا الموديل. سو بيصير البالون كله قاسي. سو هون عاملينه نحن جنابه. صحيح. منفكها صار عنا التكستشر. اوكي. سو قد ايه بدها وقت تقريبا تتنشف؟ شي 10 مينتس هيدي. لو انه نطرناها واشتغلناها صح كانت خلصت. اوفر نايت بدنا ننطر من لا لا ذاتس واي بالجفسين. اوكي. لو عاملينها بالكونكريت بيظهر بدها شي نهار، بالجفسين بدها 10 دقائق بتنشف. بيصير في عنا هالتكستشر. يعني هيدي كان اوريدي البالون بقلبها. صحيح. Let's consider هيدا البالون بقلبها بتكون صار عنا التكستشر. هلا اذا نحن بدنا نعملها سيبار من تحت مثل هي زيت الشيء بالجفسين بنحط بقلب الكبايه بنعبي بقلبها ولما نكون محضرين the first part بنجمعهم مع بعضهم بالجفسين وبنرجع بنقلشها. يعني فينا نعمل حيلا شيء بدنا اياه. حيلا شيء بس بدنا ننتبه انه الشيء اللي بدنا نكون عم نحط عليه التيشوز والجفسين يمكن ينتزع او لا. ايه شو يمكن ينتزع؟ يعني مثلا الكبايه اذا ايه اكيد بدها تنتزع. اكيد ذاتس واي نحن استعملنا كبايات ورق. اكيد ما نستعمل كبايات ازاز لانه بينتزعوا كلهم. بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه حتى البالون يعني انه اذا انتزع ما رح نزعل عليه، بس عم نلاحظ انه كيف فينا نلونها الشيب اللي فينا نلونها الشيب اللي بدنا اياه. وهون عاملينها هيدا الشيب بس نحن كمان فينا نحطها بطريقه ثانيه اذا عندنا شيء ثاني. صح. فينا بالاخير حتى نحن نملسها بورق الازاز نرجع نملسها او فينا نحن وعم ندهنها بطريقه تكون كثير مرتبه. ذاتس واي انا قصدا لونتها بهالالوان واستعملتها هيك. هلا فينا نعمل شغله ثانيه بعد انه نخلط الجفسين مع تراب. اوكي. اذا نحن اشد؟ لا ما بيصير اشد. اذا نحن بدنا نعطي افيه تراب يعني اللون. اوكي اوكي. اللون البريك فينا نخلطهم مع بعضهم وبيعطوا التكستشر هيدي. انا عم بتخيل قصص فينا نزيدها شوي عليها او فينا نحط لها اياها بس لايك
ما عم بفكر انه كيف بدنا ندخل شيء السكولانت تبعولك، بس بلكي بقعد مرق لك هن بتجربهم انت على رواق وبنشوف اذا اذا بيقطع ولا لا. لكن جفسين مع مي، جفسين مع مي بنخلطهم وندفي ندفي بنخلطهم وبيعطي هيدا الافيه بزيت الطريقه مثل ما هون عملنا البالون. هلا بلش ينشف، بلشت تنشف، بس انه بدها وقت شوي. بنرجع بنفك البالون عنا او بننفس البالون بيصير عنا الشيب، وهن اوريدي بيكون لونهم شوي يا جري يا ميل على هو الأبيض. ميل على ابيض اكثر، نحن بنرشها بنلونها بنعمل بدنا اياها، ما عنا تلوينه بدنا نعمل لون براون بنخلطها مع تراب، بس ما بنكتر تراب، قال تراب بنحطه بس للون. هيدي كمان احدى الاشياء اللي فينا دو ات يور سيلف او نعملها صحيح. بالبيت كمان، ونشوف نحن شو فينا نتفنن فيها وكيف فينا نغير او نعدل فيها. واهم شيء نكون حاطين شرشف نايلون تحتنا كرمال ما نوسخ الدنيا. اهم شيء شرشف النايلون، وخلوا كبايه مي حدكم اذا حسيتوا زمر شوي، كل شوي ضروري نحطوا لهم مي. ميرسي كثير شربل، يعني بعتقد العالم اخذت شويه نوتس اليوم، صار عندها فكره اذا عبالها تعمل شيء تغير شيء كمان، واذا عبالها انه يرجعوا يحضروا هيدي الفقره او حيالله فقره يفوتوا على www.facebook.com/teleliban بيقدروا يحضروا فقرات شربل كلهم، كل الفقرات اللي دو ات يور سيلف كمان، اذا عبالهم يفكروا بشيء جديد او يعملوا شيء كمان لبيتهم، وكل الفقرات اللي عم تقطع ببرنامجنا وكمان على شاشه التلفزيون لبنان. ميرسي ميرسي عن جديد شربل كرم، ثانك يو لك، وبنشوفك الاسبوع الجاي اذا الله رد. صبحيتنا بتكمل بعد هذا الفاصل.